انا اتفاجئت يا جماعة ان انا لحد دلوقتي ما عملتش فيديو عن الـ VPN. انا كنت ناوية الفيديو ده يكون عن الـ DMVPN والمالتي بوينت VPN وشغل عالي، بس اكتشفت ان مفيش ولا فيديو عن الـ Basic VPN اصلا. فقررت النهاردة ان انا اعمل لكم فيديو عن ازاي اصلا تعمل VPN Tunnel، وازاي ان انت تشغله، وفكرة الـ Underlay والـ Overlay علشان تقدر ان انت تفهم اصلا بعد كده لما ناخد حاجة more advanced زي الـ DMVPN. ازيكم يا جماعه واهلا بيكم في فيديو جديد، ومعاكم مهندسه شيناز. والنهارده زي ما قلت لكم هكلمكم عن ال VPN tunnels بس بشكل عملي، لان النظري كتير موجود في الكتب موجود في الكورسات، بس اهم حاجه بتبقى ناقصاك وانت قاعد لوحدك هي الشغل العملي، ازاي تشوف العملي هو بيتنفذ قدام عينك. ان احنا هنا معانا الشبكه بتاعتنا الاساسيه، عندنا فرعين اللي هم بتوع R1 وعندنا R2، والمفروض ان R1 connected للشبكة ال 192.168.1.0 و R2 connected للشبكة ال 192.168.2.0، وبعدين المفروض ان في بينهم service provider اللي هو الراوتر اللي في النص ده، والشبكات اللي بين service provider و R1 وبين service provider و R2 هي ال 201.1.0 وال 202.2.0 بالترتيب. المفروض ان انا كمان مشغلة ال OSPF كراوتينج بروتوكول على R1 والسيرفيس بروفايدر وعلى R2، وهم دلوقتي شايفين بعض كنيبرز، والمفروض ان الشبكة دي شغالة. الشبكة دي يا جماعة كده بنسميها الأندرلاي اللي موجودة دي، اللي هي معمول فيها السيرفيس بروفايدر كطرف، والمفروض ان هو شغال مع بقية الفروع وشايفهم وشايفينه ونيبرز معايا والداتا بتعدي عليه والشبكة الأساسية دي كلها كده، بنسميها شبكة الأندرلاي. المفروض ان الـ VPN بنسميها شبكة الـ Overlay، وعلشان كده بتبقى اسمها الـ Overlay Tunnels، علشان دي بتبقى الشبكة اللي بتغطي على الشبكة اللي فاتت. والمفروض انا مش عارفة هو ليه ضيع كلمة Overlay كده، ليها تحت المربع، يلا نكتبها تاني Overlay. ماشي. فالمفروض ان شبكة الـ Overlay دي اللي هي بتاعة الـ Tunnels دي اللي هي اهي اهي لقيتك. اوكي خلاص عندنا اتنين. ماشي ماشي مش عايزينك خلاص. اوفرلاي دمرت لنا اللاب يا جماعه. فدلوقتي المفروض ان الاوفرلاي هي الشبكه بتاعه التانلز اللي انا بقى عايزه ايه. انا مينلي عايزه ان السيرفيس بروفايدر ده يبقى مجرد صله وصل بين الفروع بتاعتي. يعني لو R1 عايز يكلم R2 يكلمه كده مباشره، وكأنه بينه وبينه لينك مباشرة، وكأن السيرفيس بروفايدر ده مش موجود. شايفين كمية الوكأن اللي أنا قلتها دي؟ هي دي فكرة التانل، إن أنت المفروض بتعمل شبكة يعني تقدر تقول وهمية تانل، وتانل يعني نفق، والنفق محتاج شبكة تكون موجودة أصلا، وده سبب وجود الأندرلاي. يعني أنت عندك شبكة الأندرلاي اللي هي موجود فيها السيرفيس بروفايدر، وفعلا فعلا R1 و R2 شايفين بعض، بس من غير سيكيورتي ومن غير ما حاجة تختفي ومن غير ما يكونوا شايفين بعض بشكل مباشر. انت بقى هتقوم عامل النفق في الشبكة دي اللي هو زي ما يكون اللي بالأخضر ده، والنفق ده بيكون ليه IP-هات جديدة خالص، اللي هي مثلا بالنسبة لنا هنا شبكة 50.1.1.0، والمفروض ان النفق ده هيبتدي يشوف بعضه كده عن طريق شبكة السيرفيس بروفايدر اللي في النص، من غير ما السيرفيس بروفايدر يكون طرف. يعني انت متخيل هيشوفوا بعض كنيبرز، والمفروض ان شبكة الاوفرلاي دي بيكون لها بروتوكول غير البروتوكول الاساسي اللي شغال، ولازم يكون احسن منه في الادمن ديستنس. يعني مثلا لو انا كنت مشغله الاو اس بي اف في الاندرلاي، يبقى مثلا المفروض في الاوفرلاي اشغل حاجه زي الاي اي جي ار بي، وليكن مثلا هديله سيستم رقم 5. ليه بالذات اخترت الاي اي جي ار بي؟ لان الادمن ديستنس بتاعت الاي اي جي ار بي افضل من الادمن ديستنس بتاعت الاو اس بي اف. فانا عايزه شبكه الاوفرلاي اللي هتغطي دي، وتبقى هي اللي متشافه، وتبقى هي اللي عامله الراوتينج، المفروض تكون شغالة ببروتوكول أفضل، لأنك لو شقلبتهم هتبقى كأنها مش موجودة. طبعا احنا عارفين قصة ان انا ينفع اغير الادمن ديستنس وبتاع، بس مش قصتنا، انا هنا بشتغل على الديفولت فاليوز. المفروض برضو ان شبكة ال 192 على فكرة انا ما عملتش عنها اعلان في الاو اس بي اف، لان انا عايزاها تتشاف في الاوفرلاي مش عايزاها تتشاف في الاندرلاي. خدوا بالكم من القصص دي كده كلها. تعالوا كده نتكلم عن الراوتينج بروتوكول اللي موجود دلوقتي عند R1 الراوتينج تيبل، هنقول كده شو اي بي روت. فهتلاقوا ان هو شايف الاندرلاي نتورك، يعني شايف شبكه ال 202 اللي هي موجوده هناك،
بس مش هتلاقوه شايف شبكه ال 192 لان انا ما اعلنتش عنها اصلا في الاندرلاي. دي شبكه تبع الاوفرلاي، تبع الفروع اللي عايزين يشوفوا بعض بعيدا عن السيرفيس بروفايدر. هعمل انا ايه بقى؟ شغلي كله يا جماعه هيكون عند فروعي انا، ماليش دعوه بالسيرفيس بروفايدر خالص. ببتدي ادخل عند R1 وادخل عند R2 وابتدي اشتغل الشغل بتاعي واعمل التانل انترفيسز واشغل الراوتينج بروتوكول الجديد. تعالوا نشوف بنعمل ده ازاي. هنيجي بقى كده عند R1 وهبتدي اشغل عنده الشغل بتاع اللي هي الاوفرلاي تانل. تمام، لحظات. تمام، فانا هدخل دلوقتي كده configure وهدخل على interface tunnel وبديها اي رقم يعجبني. دي زي logical interface اللي هي المفروض بتبتدي تcreate التانل بين R1 و R2، او تcreate او تعمل النفق اللي قلنا عليه، بداية النفق. فابتدي اقول له كده اني بعمل interface tunnel 1. بعد كده ببتدي احدد لها شوية صفات. مبدئيا لازم احدد حاجة اسمها التانل مود، وده بيكون ببروتوكول اسمه الجي ار اي، وبقول ان الداتا اللي بتتنقل بتكون عن طريق الاي بي بروتوكول. طبعا ده الطبيعي يعني. الجي ار اي ده هو اللي بيعمل الانكابسوليشن بتاع الفي بي ان. الفي بي ان يا جماعه بتعمل انكابسوليشن جديد باي بيهات جديده بهيدر جديد، وعلشان تقدر يبقى ده تانل جديد ماشي فيه داتا جديده خالص. فبحدد البروتوكول بتاعنا هنا اللي هو الجي ار اي. بعد كده ببتدي احدد التانل source، بداية التانل بتاعي physically. فبداية التانل هو الانترفيس FA0 على 1 من عندي، فببتدي أقولها الانترفيس FA0 على 1 هي دي بداية التانل. بعد كده بقول له إن التانل destination، نهاية التانل بتاعي هو هناك بقى في الطرف اللي هناك، اللي هي بالنسبة لنا الانترفيس FA0 على 0 عند R2. بس احنا عارفين كويس جدا إن أنا ما ينفعش أكتب اسم انترفيس مش عندي، فبقدر ان انا اكتب اي بي الانترفيس دي اللي هو في حالتنا هنا 200.2.2.1. ده اي بي الانترفيس البعيده، يعني انا بكتب الانترفيس بتاعتي انا كبدايه التانل، وبكتب الاي بي البعيد خالص كنهايه التانل بتاعي وانتر. كده المفروض زي ما انتم شايفين التانل انترفيس قامت معايا اب واب، وبقت كانها انترفيس حقيقيه مع انها لوجيكال انترفيس. وكده انا حددت بدايه التانل من عند R1. المفروض ان انا اعمل نفس الحركه من عند R2 عشان برضو احدد البدايه والنهايه من عند R2. فندخل برضو كده عند R2 ونبتدي برضو نعمل عنده تانل انترفيس، وبرضو نبتدي التانل انترفيس دي نحدد لها بدايه ونهايه وبروتوكول، ولسه كمان هنعمل خطوه الراوتينج. بس انا بعمل حاجه حاجه. المفروض انا دلوقتي كده عند R2 هنقول له enable وconfigure، وهبتدي اقول له برضو ان انا عايزه اسمي R2 كده. تمام، وبعدين المفروض ان انا ببتدي ادخل اعمل برضو انترفيس تانل. عايز تديها واحد زي اللي فاتت اوكي، عايز تديها رقم جديد اوكي، ده مجرد رقم مميز للانترفيس ملوش اي حاجه انه يختلف او يتشابه. هدوس انتر. كده برضو انا دخلت على الانترفيس التانل اللي عند R2، هحدد لها برضو الصفات بتاعتها. يعني برضو هقول له تانل مود لازم برضو يكون جي ار اي وبينقل اي بي داتا. بعد كده هقول له التانل سورس بتاعي هيكون من فاست ايثرنت 0 على 0. بعد كده هحدد برضو التانل ديستنيشن، خدتوا بالكم 0 على 0 من عندي، فالتانل ديستنيشن هيكون الاي بي البعيد اللي انا عايز اوصل له اللي هو 200.1.1.1. في هنا حته مهمه جدا، انت كده عملت الانترفيس بس ما عملتش لسه الاوفرلاي. الاوفرلاي هي الاي بي هات بقى من عند الانترفيس دي، فزيها زي اي انترفيس هتاخد اي بي من الشبكه الجديده، وكانك عندك هنا شبكتين او اكتر. يعني شايفين في شبكات بتاعه الاندرلاي اللي شغاله، وفي شبكات بقى الاوفرلاي اللي هي بتاعه الشبكه 50 دي اللي انا اخترتها جديده. فالمفروض ان من عند التانل انترفيس من R2 ببتدي اديها اي بي ادرس من الاوفرلاي اي بيز اللي هي 50.1.1 مثلا 2، ونديها ماسك وكل حاجه. بص بقى الحركة الجديدة، انت مش هتدي 50 التانية عند السيرفيس بروفايدر، لا السيرفيس بروفايدر ده انا خفيته خلاص مش موجود. انا هروح ادي ال 50 التانية، انت متخيل، من نفس الشبكة هناك عند R1، مع ان ده ضد كل القواعد اللي احنا عارفينها من قبل كده. بس هي دي فكرة التانلز، ان انا بعمل حاجة وهمية وكأنها لينك حقيقية بين طرفين هما فعليا مش كونكتد. ببتدي هنا اقول لها برضو IP address
50 مثلا 1 1 1، خدتوا بالكم؟ والسيرفيس بروفايدر بقى مش داخل في الحوار ده خالص. بعد كده بقى المفروض ان انا اعمل راوتنج. انا هنا مش هعمل راوتنج بالاو اس بي اف، والا يبقى التانل فقد معناه اصلا. الاو اس بي اف ده بتاع الاندرلاي، خلاص خلصناه. انا دلوقتي كان في شبكه كده جديده فوق دي شغاله بقى بالاي اي جي ار بي، والشبكه دي ما فيهاش السيرفيس بروفايدر خالص، وفيها شبكات ال 192، مع ان الاندرلاي كانت بالعكس كان فيها السيرفيس بروفايدر وما فيهاش شبكات ال 192. تخيل كده، عارف زي الورق الشفاف اللي عليه نفس الرسمه بس دي فيها شويه صفات ودي فيها شويه صفات والاثنين بيكملوا بعض، هي كده بالظبط. فانا هاجي دلوقتي كده من عند R1 وابتدي اعمل راوتنج على اساس ان انا مش شايفه السيرفيس بروفايدر ولا شايفه شبكات ال 200، كان شايفين البلوك الاخضر ده كانه مش موجود، كانه لينك مباشر. وهاجي كده اقوم قايله له راوتر اي اي جي ار بي 5 اللي هو البروتوكول الجديد، وانا خلاص بقى مش شايفه اللي بالاخضر ده، انا شايفه اللي براه بس. فمن براه في شبكه التانل اللي هي 50.0.0.0، اقول له بس نتورك الاول، نتورك 50.0.0.0 اي اي جي ار بي بقى، ونتورك ال 192 192 168 10، ونقول له نقطه سمري علشان ايه ما يبوظلناش الدنيا لو حصل بعد كده طورت الدنيا بتاعتي. فل هعمل نفس الفيلم من عند R2، يعني هروح R2 برضو واقول له برضو، خدتوا بالكم ان السيرفيس بروفايدر ما بشتغلش عليه خالص، وبشتغل على R1 وR2 كانهم كونكتد وهيبقوا نيبرز وكله. هدخل كده وهقول له ان انا عايزه اعلن هنا عن شبكه ال 50 برضو اللي هي الشبكه اللي بينهم، وهعلن برضو عن شبكه، لاحظين انهم شافوا بعض كنيبرز يعني التانل بتاعي نجح، وعن شبكه ال 192 اللي هي 2.0، واقول له برضو نقطه. خدتوا بالكم شافوا بعض كنيبرز فعلا، اي اي جي ار بي نيبرز. بص كمان الحركه، انا لو جيت من عند R2 دلوقتي وقلت له شو اي بي روت، وريني كده نيبرز، وريني الشبكات اللي انت اتعلمتها، هتلاقي ان هو اتعلم شبكه ال 192 بالاي اي جي ار بي، يعني بيوصل لها عن طريق، بصوا اهي، عن طريق التانل مش عن طريق الفاست ايثرنت اساسا خالص، مع ان شبكه الاو اس بي اف بيوصل لها عن طريق الفاست ايثرنت لان دي الاندرلاي، انما شبكه ال 192 بيوصل لها عن طريق التانل. انت حتى لو جيت دلوقتي من اليوزر اللي تحت خالص ده كده وحاولت انك تبينج على اليوزر اللي هناك اللي هو في شبكه اللي هناك دي، تعالوا كده ندخل من هنا ونقول له run، ونقول له كده بينج على ال 192 168 100 اللي هو اليوزر اللي في الشبكه اللي هناك. نصبر كده سنه على ما يبتدي يجمع، تمام. فهنلاقي ان هو شايفه. مش بس كده، تعالى بقى كده نقول له تريس روت. فاكرين التريس روت اللي هو كان فكرته ان انا بيقول لي الداتا دي مشيت ازاي، فهتلاحظوا ان الداتا مشيت في التانل اهي، الداتا مشيت في التانل، الداتا مش، لا انتوا مش شايفين، استنوا هوب نطلع بس فوق شويه كده، انتوا مش شايفين برضو، نطلع فوق سنه اها. فهي يا جماعه هي الحته اللي انا عايزه اوريها لكم، تمام. فشايفين ايه، انا عملت تريس ار تي على ال 192 168 100، اللي حصل هنا ان الداتا اهي مشيت في التانل، يعني راحت للجيت واي اوكي بتاعها عادي، وبعدين مشيت في التانل، وبعدين وصلت للديستنيشن، يعني الداتا بتاعتي بتمشي جوه التانل، ما بتعديش على السيرفيس بروفايدر كهوب موجود، والداتا يعني بيمشي الداتا بتاعت الاندرلاي وموجود كده زي ما يكون صله وصل في النص، انما هو مش طرف، هو ما بيعديش عليه الداتا اصلا وهي ماشيه. خدتوا بالكم من الحركه؟ فدي فكره الاوفرلاي في بي ان. انت بقى تقدر خلاص كده انت عملت التانل، التانل ده انت بعد كده تقدر تشغل عليه سكيورتي، بيبقى بيقولوا عليه انه هيفيلي سكيورد، تشغل عليه الجوريزمز كتيره، تشغل عليه اي بي سك، يعني ممكن تطور في التانل ده جدا جدا. بس انت كده عملت البيز انك دلوقتي فعلا عندك تانل مستخبي جوه الشبكه الاساسيه، وتقدر ان انت تعمل فيه بقى اللي انت عايزه. دي كده فكره الفي بي ان يا جماعه، وان شاء الله بعد كده هعمل لكم فيديوهات عن الدي ام في بي ان والفي بي ان سكيورتي والمالتي بوينت في بي ان، يعني في بي ان دي فيها شغل كتير جدا متطور، بس انا قلت اعمل لكم كده الشبكه بتاعت النهارده علشان يبقى معاكم البيزك في بي ان، وتقدر ان انت تجربها كده بنفسك. وحبيت برضو اعملها لكم على الباكيت تريسر علشان خاطر تبقى سهله عليكم تجربتها. وكده انت عندك المين بلوك او يعني الحجر الاساسي في انك ازاي تعمل في بي ان نتورك. يا ريت يكون الفيديو ده كان مفيد بالنسبه لكم، لو مفيد يا ريت تعملوا له لايك وشير كتير، ويا ريت برضه تعملوا لي فولو على الفيسبوك
وتعملوا سبسكرايب في القناة. كان معاكم مهندسة شيناز، شكرا ليكم و good luck.